والله شوف الوضع اللي عندي السعودية هو وضع ممتاز حقيقي، كلها يعني في فريقين ضمنوا التأهل، الهلال على مسافة نقطة واحدة، والتعاون وضعنا عارفين. أنا ببدأ من التعاون الأخير، أنا أتمنى من التعاون يعني حقيقة، ومتأكد أنه كل المحبين للتعاون يشاركوني هالرأي. أتمنى أن التعاون يتعامل مع البطولة المباريات المقبلة كإعداد للدوري، تعرف المدرب على الفريق. التعاون بهذا الشكل بهذا المستوى لن يصل بعيدا حتى لو تأهل لدور الـ16، بس مجرد أنه ما راح يكون عنده وقت فعلا للمدرب الفرنسي الجديد أنه يستعد للدوري، أنه يعالج الأخطاء، أنه يعيد هيكلة الفريق. أنت قاعد تلعب مباراتين كل أو تلعب مباراة كل 3 أيام، هذه ما راح يعني تمنحك الفرصة كمدرب أنك تعالج الأخطاء أو حتى تتعرف على الفريق. ليت التعاونين فعلا يتعاملوا مع بقية المباريات أنه فعلا كأنها مباراة ودية، المدرب قاعد يشوف اللاعبين فيها استعدادا للدوري واستعدادا لعودة التعاون لتوهجه على الأقل على الصعيد المحلي. النصر أثبت قدرة كبيرة، واضح أن الفريق راح يوصل إلى مدى بعيد، لكن الاختبار الحقيقي راح يكون بعد بكرة أمام السد. هنا اختبار لقوة النصر بعد تدعيم صفوفه بالعناصر المحلية حقيقة، حتى والعنصر الأجنبي مارتينيز. أنا أقول أنه مباراة السد راح تكون مواجهة صعبة جدا، راح يكون فيها اختبار حقيقي للنصر. في حال النصر تجاوزها وبتألق، أنا أقول لك أن النصر راح يعني يذهب بعيدا بعيدا، حتى يمكن قد يصل إلى النهائي الآسيوي، وهي اختبار ومحك حقيقي. الهلال على الظروف الحالية احنا نتمنى لهم السلامة أولا، وتفكيرنا حقيقة يعني مع الهلال سلامتهم، وأنه يعني الإصابات أيضا بهذا الفيروس لما تتفشى أكثر في الفريق، لكن الفريق حتى مع الظروف اللي وصل فيها للدوحة قدم نفسه بشكل فني ممتاز في المباراتين الماضية. الفريق يعني متبقي له نقطة، لكن مع هالظروف مستقبل الهلال غامض حتى في دور 16. راح تكون عندك مواجهات صعبة وعندك هالغيابات، اليوم تتكلم عن 3 من العناصر، أيضا سالم الدوسري وجوفينكو، هذول 5 بس ممكن أثروا ويهزوا أي فريق. فإذا تخسرهم في دور 16 وأنت ما تعرف من تواجه من الفرق القوية والصعبة، هي أنا كنت أتكلم 3 اليوم إضافة إلى سالم وجوفينكو، هذول يعني تأكد غيابهم عن دور 16. فالهلال ظروفه صعبة، الأهلي حقيقة يعني وضعه طبعا تأهل الآن، لكن وضعه الأهلي الفني والإداري السابق راح يلقي بظلاله على الأهلي، ما أتوقع أنه راح يمضي طويلا في هالبطولة وفي الأدوار المقبلة على الوضع الحالي للفريق.